تعالوا نحضر مع بعض فطور سهل وسريع، وخلال 10 دقائق إن شاء الله راح يكون جاهز باستخدام التوست والجبنة والبيض. شايفين الشكل ما شاء الله بيحكي عن حاله. خليكم معي تابعوا الفيديو للأخير، وإن شاء الله الوصفة راح تنال إعجابكم. فضلاً ادعموا الفيديو بلايك وتعليق. بيسعدني وبيشرفني أعرف المتابعين من وين عم يتابعوني. بالبداية بدي أقطع الجبنة لشرائح رفيعة مثل هذا الشكل. استخدمت الجبنة قشقوان، وفينا نستخدم الموزوريلا، وكمان بنحتاج لشرائح جبنة شيدر، وبنحتاج لشرائح رقيقة من مرتديلا، وهالشي أكيد اختياري، فينا ننوع بالحشوة. وبنحتاج لثلاث قطع من خبز التوست. بالبداية راح أدهن الخبز بشوية كاتشب، وفينا نستغني عنه ونستبدله بالزبدة. حطيت شريحتين من الجبنة فوق الكاتشب، وقطعة من المرتديلا، وفينا نحط سجق كمان إذا حبينا. وحطيت قطعتين من الشيدر، وكمان قطعة من المرتديلا، وقطعة من جبنة قشقوان. نحتاج لثلاث قطع من خبز التوست، دهنته بالزبدة بهذا الشكل وحطيتهم فوق الجبنة بهذا الشكل. السندويشة صارت عندي جاهزة، وطبعا فينا نقلل أو نزود من الطبقات الجبنة والمرتديلا. وبنحتاج لثلاث حبات من البيض، وحطيت لهم رشة ملح، وبدي اخبق هدول البيض مع بعضهم لحتى يعني هيك يصير كله خليط بلون واحد. مقلاية على النار، حطيت قطعة من الزبدة، وبدي اغمس السندويشة بالبيض. فضلا لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو. بعد ما غمست كتير منيح بالبيض بحطها في المقلاية، حرارة النار عندي متوسطة، وبنغمس كل السندويشات بهذا الشكل، وبنحطها بالمقلاية وبنضل نقلب فيها وهيك لحتى تاخذ اللون من كل النواحي. بنقلبها لحتى تذوب عنا الجبنة من جوا ولحتى تاخذ اللون الذهبي. بهذا الشكل صارت عنا جاهزة. بيسعدني وبيشرفني أعرف المتابعين من وين عم يتابعوني. شايفين ما أخذ لا مجهود ولا وقت، سهلة وسريعة، وطعمي كمان بتجنن وشكلها بتحكي عن حالها. قطعها وبقدمها وهي سخنة، طبعا تتقدم على حسب رغبة. قدمت جنبه شوية زيتون وكاسة شاي، ويا سلام شايفين الشكل وشطة الجبنة ما شاء الله. بتمنى أنتم كمان تجربوا هاي الوصفة بالبيت، وإن شاء الله راح تنال إعجابكم. وبرحب كل المشتركين يلي انضموا لنا من جديد، بقلكم أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله محتوى قناتي ينال إعجابكم. فضلا إذا ما كنتوا مشتركين في القناة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وانتظروني بوصفة جديدة. مع السلامة، في أمان الله.